الدنيا حر قوي هنا، لو اي حد عايز يروح يصيف الدنيا حر جوه. خش. هاي الكنافة الفلسطينية. اوكي. سخنة قوي. ريحتها حلوة قوي. انجليز بياكلوا فول ومناقيش. والله ده احنا اللي بنحتل ان شاء الله. المشكلة ان لو انا رحت مطعم والاكل عجبني هروح للمطعم تاني. طبخت حاجة بايدي وعجبتني هعملها تاني واكلها. لو جيت عند حد اكلت الاكل حلو قوي 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 كده وعجبتني قوي اعمل ايه بقى؟ فولنا على طريقة البيت. يعني بيجي في حامض، بيجي في ثوم، بيجي عليه بندورة وبقدونس. بصوا يا جماعة، الأكل الفلسطيني حلاوته إنه خفيف وجميل. يا جماعة لو أي بيت في فلسطين دسوا إنه يعزمني اعزموني، ولن على أكلات ميكو بيج ونعجل حد عندكم.